تلاقيني عايشة سبحان الله. والله صبر. لأول مرة العمرة كأنك معنا. أماكن لأول مرة تشاهدونها. هذا المكان، هذا غار أحد، طلع لي رسول عليه الصلاة والسلام، اهتز الجبل، قالوا أثبت أحد عليك رسول وصديق وشهيدين. مباشرة غار ثور أين احتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زحمة أبي بكر الصديق. لما جاء الوحي كان محمد صلى الله عليه وسلم في الغار وحيدا، دنيا ظلمة ما فما حد، وحده صلى الله عليه وسلم. تقدم والأولية وأصلي وأسلم. صدقني أنا داخل الحرم نحس في روحي مانيش نمشي على القاعدة. سئلت برشا ناس علاش فيزا فواياج، هذاك علاش عملنا لكم الفيديو هذايا باش تعيشوا معانا العمرة لحظة بلحظة مع فيزا فواياج كأنكم معانا. تابعوا الفيديو للآخر تفهموا علاش فيزا فواياج من القلب إلى القلب. باللي كنت متشوق، باللي كنت معناها نسمع، باللي كنت نقرأ، باللي كنت نشوف، ما كنتش متصور أن الإحساس هذا اللي باش تحسوا. تابعونا إلى النهاية ولا تنسوا المشاركة الفيديو والضغط على الإعجاب، رأيكم يضيف لنا الكثير. العمرة مع فيزا فواياج من القلب إلى القلب. فرحانة فرحانة يا ربي أعطاني الصحة والقوة، وعشت وعشت اللحظة دي الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ربي يكتبها لكل مشتاق إن شاء الله. الحمد لله معناها كانوا في المستوى من اللي كنت في المطار. أهلا جمعتي جمعت فيزا فواياج، جمعت سي محمد بودريقة، كنا مبجلين الحق في المطار من الأعوان متاع المطار، معناها كلمة ذي كلمة حق قدام معناها جامع الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف كيف الأولاد اللي واقفين هنا كيف كيف على حبيب الله. هي وعد كانت مقبلة إن شاء الله، وعد ربي أنه إن شاء الله نقوم بعمرة في القريب العاجل. اللهم ما كانتش مبرمجة وجات في هي الأمور هذه راهي تجي من غير استئذان، تجي وقت لي تكتب اسمك ويتنادى لك تجي. الحمد لله. والعشيان بأزكى الصلاة بيلي كتير ما شاء الله، بيلي ملمومين عائلات مع بعضنا، محلينا محلينا الحمد لله. ربي يفضلكم انتوما. شو مسكنا ان شاء الله يا ربي، اول مره معكم انتوما ان شاء الله يا ربي. احنا مسكنا والحال مع بعضه. الصدق الصدق عائله عائله مع بعضنا، عائله مع بعضنا، صدق وامانه وطيبتهم الحمد لله. عائلة واحدة عرفنا بعضنا في مدة قصيرة، نحن عائلة واحدة الحمد لله، علينا عائلة واحدة. أنا أوانها قل يا ملاذ الخلق، قل يا ملاذ الخلق خير عصيلة يرجى نسقى الذنوب غفرانها. نجم نقول كلمه، انا ما عايش من عادتي نرمي الورود، وعندي فكره نتعامل شويه هكا مع ليزاجونس، ونعرف انا كنت ننظم في حتى في رحلات في مجال اخر. الحق كما كانت تحكي المدام من النهار الاول من المطار، حقه من باش حتى من المطار، حتى من قبل ملي مشيت لاول زياره ليا للاجونس، حق حسيت اني مرتاح. نصبر نصبر والله نصبر 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 والصبر اولالك، نزور الامين نبينا زين المرسلين، زور الأمين نبينا زين المرسلين،
هو المسفر في يوم الدين، هو المسفر في يوم الدين. اسمه كشاد ده عساني، نصبر نصبر والله نصبر 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 والصبر أولادي. لو حتى مرة مرة شهد نور هاك كالروضة الغرة، لو حتى مرة مرة نشاهد نورها. فيزا فواياج ما سمعنا بها، سمعنا بها وقلنا هي المدام تخدم في ستار ويتعامل مع فيزا فواياج، وشفنا باجتنا ديزوبورتينيتي اخرين وشكرونا احنا فيزا فواياج، شفنا ديجا لي باج فيسبوك، تبعنا من قبل، تبعنا شفنا لي فواياج اللي قبل اللي تهبطوا فيهم على على الباج وعجبتنا الحمد لله، وما كذبتناش الحدث نتاعنا كان في محل. زد لي باللقاء، زد لي باللقاء بجاهم نبي المحمود معدن التقى. يا واحد يا حي معبود، زد لي باللقاء بجاهم نبي المحمود معدن التقى. ذاك قصدنا والمرغوب في دار البقاء، في دار البقاء. تو دخلنا مزرعة التمور، أنواع التمور ما شاء الله كلها موجودة وحاليا في أرض طاهرة. المعتمرين نتاعنا ما شاء الله متعوا بالتمور وكل شيء والحلويات خذوا ما شاء الله والحمد لله، وروحوا فرحانين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذاك قصدنا والمرغوب في دار البقاء، في دار البقاء فما تنزلي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مسجد قباء أول مسجد في الإسلام تأسس للتقوى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغتسل وجاء ماشيا أو راكبا وصلى ركعتين أخذ أجر عمره. إن شاء الله مع تمرينا كلهم أخذوا أجر إن شاء الله مع تمرين فيزا فواياج اليوم في المزارات بالمدينة المنورة. إحنا في مسجد قباء، هذا أمر من عند ربي سبحانه عز وجل. الناقة تمشي وقالوا كل واحد كل جماعة بالمدينة يقولوا له ابني مسجد أنا ابني. قال لهم سيدنا عليه الصلاة والسلام الناقة مأمورة وين تقعد هي في المسجد. على هيك هذا أول مسجد في الإسلام تقص بنور العربي اللي حبه. مدينة رسول الله في زيارة إلى أحد مع المعتمرين بتاعنا اللي فيزا فواياج، فيما تشوفوا موجودين هما توا فوق جبل الرومات، شعبوا زيارة استكشافية للمقطع كلها. واللي صارت معركة غزوة أحد كان كفار قريش جاي المدينة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بقيادة جيش لا يقارب عن 1000 مقاتل. كان الجيش بتاع قريش في قرابة 3000 مقاتل. إن بعد البلاصة ثم بلاصة وحيدة إن كانت تكون فيها معناتها لازم تحمي ظهر المسلمين اللي كانوا نجموا الكفار يدخلوا منها، اللي هي هذه اللي كيما تشوفوا هاي جبل الرومات. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفوا لا ينطق عن هواء يعرف شو اللي باش يصير، أمر 40 واحد من الهواة إنهم يحميوا ظهر المسلمين يعني، ووصاهم إنهم حتى واحد مهما صارت حتى انتصروا أو معناتها خسارة أو نصر ما يهبط حتى واحد خاطر يعرف شو اللي باش يصير. فلما انتصر المسلمين وبدأت ياخذوا في الغنائم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهبطوا. فكان خالد سيد بن الوليد قبل ما يدخل في الإسلام من المنطقة هذه بعد اللي على يساري دار من وراء جبل الرومات، هو يسبق وشكوا مع المسلمين واستشهد فيها 70 من الشهداء ما فيهم سيد الشهداء سيدنا حمزة، وكلهم مدفونين توهوني في مقبرة الشهداء هذه. أبتدوا قولي إملاء باسم الذات العليا، ابتدوا الاملاء باسم الذات العليا مستضرا فيض البركات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب يجمعنا به في الجنة يا رب كما جمعتنا به في الدنيا. هذا المكان هذا غار أحد اللي اختبأ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان. طلع تخلق هذا يوجد فيه ورايا مسكرينه. هذا المكان وقت طلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام اهتز الجبل قالوا أثبت وحد عليك رسول وصديق وشهيدين كما تشوفوا هذا ولدنا ديما احنا فيزا فوياه سباقين المعالم هذه. ان شاء الله ربي يجمعني واياكم في دار كرامتي في الجنه ان شاء الله يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. ما تتصوروش الشعور اللي قاعد نحس فيه نحس في اللحظه كاني عايشها سبحان الله. والله سبحان وأسس دي هداية سلوك السبل الواضحة الجلية وأستعين بحول الله وأستعين بحول الله وقوتك القوية. هو ما كنتش أنا واحد من الناس ما باللي كنت متشوق باللي كنت معناها نسمع باللي كنت نقرأ باللي كنت نشوف ما كنتش متصور أنه الإحساس هذا اللي باش تحسه في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم. تمشي في الأماكن اللي مشى فيها الرسول اللي مشى فيها الصحابة في أول مرة نحس أنا عندي ولادي أول مرة أنك تنسى ولادك أنك تنسى والديك أنك تنسى كل شيء ما عادش عايش مع العباد عايش في عالم آخر ما بين الأرض وبين العباد وبين السماء. أنا عايش في حال في سفير أخرى مانيش عايش في الدنيا أنا توا في الأيامات هذه. الحق هذا الإنسان ممكن أحكي كلام هذا معناها راهو اللي مانيش نبرمجه ولا باش نقول واحد راهو هذا إحساس اللي حاسه أنا توا لحد الآن. وزاد الشوق نتاعي لزيارة مكة احنا بدينا توا بالمدينة زيارة بيت ربي إن شاء الله زاد شوق أكثر أنا مش نشوف أني مازال من الإحساس مش يزيد يطلع حاجة قوية حاجة ما نجمش تعبر عليها ما نجمش حد ما نجمش يعبر عليها إلا ما يعيش. يا ربي صلي وسلم يا ربي شرف وكرم. ما شاء الله أول مرة أنا نجي وجربتها وإن شاء الله ديما معاها إن شاء الله بإذن الله. أظلم على سيد الأنام يا ربي صلوا كثيرا على ما لا تبشيرا يا سيدي. زاد الموقع متاع الأوتيل ما شاء الله معناها أنا وكان جيت نختار حتى في الوقت ما صرش نختار كما هكا مني الباب الحرم معناها ما يجيش دقيقة تبدأ في الحرم معناها ما شاء الله يعطيهم الصح إن شاء الله يواصلوا كما هكا إن شاء الله ديما معناها ديما من حسن إلى أحسن يعطيهم الصحة إكيب كامل. إحساس الخاص أنك عايش في بقعة من الجنة الحمد لله أبار تحس روحك في عائلة معناتها أبار الراحة النفسية اللي في البلاصة بتقعدها زادة كي تبدأ مع عباد مرتاح معاهم ومطمئن على روحك معاهم مش تروح معاهم الحمد لله تزيد الراحة أكثر. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ربي شرف وكرم يا سيدي مجد وعظم. حقيقة شيء رائع رائع جدا الحمد لله فكرت لي ربي يحبني الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ربي نرجع مرة أخرى إن شاء الله يكملنا عمر ونرجع مرة أخرى إن شاء الله. معناها في غرفة مقابل الكعبة نعمة كبيرة مهما تكون شيء رائع رائع صعيب وصفه المنظر هذا يكفي يبنيك على الكعبة أنك تبدا 24 ساعة مطلة على الكعبة حاجة خارقة لها أمنية أمنية, أمنية.
المعظم على سيد الأنام يا ربي. القلب تشوق والدمع مادة، اسعد منظر النبي ومشاهد. الله أكبر الله أكبر، ورزق أحلى الله أكبر الله. الإحساس ما تنجمش توصفه، ماكش عايش في الدنيا، تحس روحك كأنك معناها كأنك صدقني أنا داخل للحرم نحس في روحي مانيش نمشي على القاعة، نمشي نحس روحي طاير. إحساس ما تنجمش توصفه، ما ينجم مهما نوصفه ما تنجم إلا ما تعيش، ما تحس إلا ما تعيشها. الله لا يحرم الهموم إن شاء الله يا ربي، أحبابي وأصحابي واللي نعرفهم الكل إن شاء الله يا ربي نشوفهم نسمع بهم شيخ يا ربي، واللي وصاهم الكل يا ربي إن شاء الله هما إن شاء الله نحن السابقون وهم اللي حقوا إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله معكم أنتم اللي حامل الله. أشهد أن محمدا رسول الله. بو أنا واحد من الناس ما كنتش طالب حاجة كبيرة، ما كنتش، أما لقيت أكثر من اللي كنت نطلبه الحق. أنا كنت اللي يهمني أنا نجيل العمر، جيل المسجد الرسول، جيل مكة، نجيل ما هي الحق الخيط، عاونوني الحق عاونوني. فهم برشا حاجات اللي ربما تخفى على العباد اللي ما تشوفها، دي بتي ديتاي اللي لقيتها عند مثلا حتى في الارشاد، حتى باش تمشي باش تقضي حاجه باش. الحمد لله الاولاد كانوا معانا، مش هذا راهو رامي ورود راهو، انا نحكي في حاجات عايشها. على الفلاح الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله. شوقك نداني يا مكة، شوقك صعود جبل ثور إلى مباشرة غار ثور، أين احتمى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة أبي بكر الصديق. علاش نطلع للغار هذا؟ شنو اللي خلينا نطلع؟ هنا سنبرز هذه التضحيات التي ضحاها رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عندما خرج من مكة قاصدا المدينة المنورة حين أذن الله له بالهجرة. من في زمان تلعدناني شوقك يا مكة، أنا فيك ننظر والبيت الكايز عنبر اللي شوف أمني تفرجت ولا حاجة من حواجتني اللي قضيت ويسرت. فيسر لنا أمورنا يا الله، فيسر لنا أمورنا يا الله، فيسر لنا أمورنا يا الله. عدناني يا مكة. حين بخير وإن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله سنة ربي يتقبلكم على الحجاج، وإن شاء الله العام الجاي تكونوا في سعيد عرفة في يوم الحج الأكبر، وربي إن شاء الله يعيد على اللي حج قبل اللي عاوده مرة أخرى، واللي ما حج الله ربي سهله فهمني. وهذا يا فرض راه ولازمنا نعملوه في حياتنا على من استطاع إليه سبيله صح، لكن هذا فرض. ربي يبارك فيكم وإن شاء الله كل عامكم حين بخير، ونتلاقاو ديما في اماكن طاهره طيبه، وربي يجمعنا في خير. سلام استخلفي قالت ما لذلك سالتكم، مانيش تسال على اولادي. رسول الله بخير، خير الناس بخير. قالوا انه على خير ما تحبيه. فقالت اريني رسول الله، هنيئا لها بتلك الرؤيه، اريني رسول الله. فلما اخذها وذهب بها الى النبي صلى الله عليه وسلم تبشبشت وتزين وجهها وقالت كل مصيبة بعد فقدك يا رسول الله دهور، كل مصيبة بعد مغادرة الحبيب صلى الله عليه وسلم دهور، كل مصيبة فقد الأب والابن، وكل نعرف اللي هذه موت. وفقدت والدي منذ سنة نعرف، وأنا عند قبر والدي وكان ساقيني في مكاني هذا، قلت الناس
إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، فليس أبي خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. سيد الرسل الكرام جاء الوحي. لما جاء الوحي كان محمد صلى الله عليه وسلم في الغار وحيدا، دنيا ظلمة ما فما حد، وحده صلى الله عليه وسلم. قال: بينما أنا جالس إذ بشيء يأتي من خلفي ويأخذني ويغطني حتى بلغ الجهد مني تقطع عليهم بس، ثم أطلقني وقال: اقرأ. قلت: ما أقرأ. ثم أخذني وغطني، ثم أطلقني، ثم أخذني وغطني، ثم أطلقني. قال: اقرأ. قال: ما أقرأ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت راكضا، صلى الله عليه سيدنا محمد، الحديث تروي أم المؤمنين عائشة موجود في البخاري، فانطلقت راكضا نازلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى هذا الجبل والدنيا ظلام وليل. فلما وصل إلى الأرض إذ بصائح أو بصوت من السماء يقول: يا محمد. فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبريل بين السماء والأرض سد ما بين السماوات والأرض بأجنحة. أنتم الآن في المكان هذا تحبكم تغزروا السماء والوطاء، تخيل حاجة تجيك الآن تسد عليك الأفق الكل. لا لا، تخيلوها إنه يجي يسد عليك الأفق الكل كأنه باخرة تعديت، ولا أكبر حاجة في الدنيا هي الباخرة هكا، ولا ما عادش ترى شيء. تخيل فاردا 600 جناح يقول: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. بعد يخرج دور سيدة خديجة بنت خويلد في تثبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعمه ونصرته، وهو الصادق المصدوق. هو في النهار وتحسه مخيف، فكيف برسول الله في قمة الجبل في الليل؟ ما شاء الله، نجم تقول كان بالنسبة لفيزا فواياج ما شاء الله، يعطيهم الصحة وبارك الله فيه. وبوه ما كنتش متصور معناها أنه السرويس معناها بالدرجة هذه، معناها إحاطة يرحم والديه، مجمع الكل مجندة في خدمة المعتمرين، ما كش نجم نقول معناها يعطيهم الصحة. والله أنا حسيت روحي جاية مع عائلتي، ما حسيتش روحي جاية مع عبيد ما نعرفهمش. الحمد لله يا رب، الحمد لله كل شيء كان به الحمد لله. هذا حاجة كانت معناها زادة فارقة، معناها حتى الكاليتي متاع المعتمرين، أنك تحس روحك أنك في عائلة، تحس روحك أنك في وسط البيئة متاعك، معناها الناس فكرة. الحمد لله يا رب، الحمد لله توفيق من ربي عليك، وإن شاء الله ربي يثيب اللي سهل لنا جايتنا لهم، الحمد لله يا ربي. وننصح العباد باش تجي مع فيزا فواياج على الاحترافية وعلى شيء اللي شفناه منهم، يرحم والديهم قاموا معنا بالواجب والحمد لله. هما زادوا سهلوا علينا العمرة باش تقوم بالمناسك متاعك يا ربي.